زيارة الميت طبعا من خير الرؤى اللي تتشاف، بس بشرط ان الميت يجي في هيئة سليمة وهيئة جميلة ويلبس ملابس جديدة وملابس بيضاء ومبتسم. كل دي بشارات للميت وللحي. ولكن انه يجي مكشر او يجي غاضب او متغاظ او يجي لابس اسود او اخضر او اي حاجة من الحاجات دي، ده للأسف الشديد لازم نقف عندها قوي، نعرف ماله الميت. او يجي بيعرج او يجي عنده الم في حاجة في جسمه، في رأسه، في يده، في رقبته، كل الحاجات دي لازم نقف عندها، لان بيخص اهله او يخص الميراث لم يقسم حق. وبعدين الميت لا يهمه في المنام او في الحقيقة يعني الا وضعه. يعني ايه؟ يعني لو اتقسم الميراث على شكل مش دينيا، فهو بالتالي هو المأذي بطريق غير مباشر، ولا فده اللي بيجي يخليه متغاظ. حد من ولاده بيفعل الكبائر برضو بيكون عامل ان هو يجي يحذر، ان هو يجي بقى بملابس مثلا إرثة او ملابس يعني مقطعة او حاجة، فكل ده دلالات على انه تعبان 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 في العالم الاخر، فمحتاج من الحي صدقة، لان الصدقة طبعا هترفع من شأنه وهتخلي طبعا الاموات يفخرنا بعمل الاحياء ويغزينا بعمل الاحياء. فلذلك نركز قوي في الميت. الميت برضو من ضمن الدلالات الحلوة ان هو يجي يعطيك، فعطايا الميت خير، عطايا الميت، عطايا السحاب، عطايا البحر، كل دول من العطايا المستحبة، انما يؤخذ منك فهو مش مستحب. والله اعلم.